السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت سعيد للقائكم مرة أخرى في هذه القناة المتميزة جوكمنيك تي في الخاصة بتعلم اللغات الحية، من بينها اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. سوف نقدم لكم الآن الراغبين الذهاب إلى الدول الألمانية وكذلك المحبين هذه اللغة تعلم اللغة الألمانية بكل يسر وبكل ذكاء. أنا أقدم لكم هذا الكتاب المدرسي الشيق تيمز أينز أوكسويل أو سكاب في أمروك ودوش أس فرامس براو كورس أونت أخبايس بوخ باي هوبر، معكم أخوكم يوسف دلال عبر هذه القناة تكومينيك تي في. إذا اليوم سوف نتطرق إلى هذا الدرس الشيق ليكسيونز أينز إكس وكذلك بقية من هذا ليكسيونز أينز، وكذلك سوف نتطرق إلى مقدمة ليكسيونز صفائية. إذا بعد قليل سوف نقوم بشرح هذه الأنشطة المقترحة لهذا اليوم السعيد. ليكسيونز أينزكس، سوف نتطرق إلى الحوار الذي جرى ما بين هذه الأشخاص على الطريق. إذا سوف نتطرق إلى الحوار التالي الذي يجمع بين هذه الأشخاص. هلو، استمعوا جيدا. هلو، هابس إيا فوا؟ ناين، ليدي نشت. وقت إيا هي شون لانجا؟ إس جيت. وو كومت إيا؟ وير كومن أوس روستوك. وانت وو كومت دو؟ إيش كومن أوس بروك. فوليكت داس دين؟ باي بين. Ich bin aus Reiche. Wohin möchtet ihr? Nach München. Und wohin möchtest du? Nach Stuttgart. سوف أعيد الحوار من جديد. استمعوا جيدا. Hallo, habt ihr vor? Nein, leider nicht. Wartet ihr hier schon lange? Es geht. Woher kommst du? Pardon. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Rostock. Und woher kommst du? Ich komme aus Bruck. Wo liegt das denn? Bei Wien. Ich bin Österreicher. Wohin möchtet ihr? Nach München. Und wohin möchtest du? Nach Stuttgart. استمعوا جيدا، هناك ثلاث تعابير مهمة في اللغة الألمانية يجب عليكم أن تستوعبوها بشكل جيد. voir، الصيغة الأولى هي voir، الصيغة الثانية vo، والصيغة الثالثة wohin. ما هو الاختلاف الذي يكون بين هذه الثلاث تعابير متعلقة بالمكان؟ الثلاث تعابير استفهامية متعلقة بالمكان بيسو. voir، vo، und wohin. بالنسبة voir معنى ديالها من أين أتيت أو من أين جئت، معنى المكان الأصلي اللي جيتي منه أو المكان الأصلي اللي كنتي فيه. voir، vo، أين يوجد المكان اللي موجود فيه الآن حاليا، مستقر فيه حاليا. فو، أين يوجد أو أين توجد إلى آخر. فوهين، المكان اللي غادي تذهب إليه. فوهين، إلى أين أنت ذاهب، عبر ماذا أنت ذاهب، عبر ماذا سوف تمر، عبر ماذا. فوهير، فوهين. And إذن هناك ثلاث تعابير مهمة متعلقة بالمكان في اللغة الألمانية يجب أن تستوعبوها بشكل جيد. فو، الصيغة الأولى هي فو، الصيغة الثانية هي فوهين، الصيغة الثالثة هي فوهير. الصيغة الأولى هي فو، الصيغة الثانية هي فوهير، الصيغة الثالثة هي فوهين. ما هو الاختلاف الذي يكون بين هذه الثلاث تعابير؟ فو، فوهير، اند فوهين.
هناك ثلاث تعابير مهمة في اللغة الألمانية يجب أن تستوعبها بشكل جيد، يجب استيعاب ديالها بشكل جيد. الصيغة الأولى فو، متعلقة بالمكان، فوهار أونت فوهين. ما هو الاختلاف بين هاد الثلاث تعابير مهمة جدا، فو فوهار أونت فوهين، باش تفهموها مزيان إليكم بعض الأمثلة. أولا الترجمة، فو معناه المكان اللي مستقر فيه، أين يوجد وأين توجد إلى آخر، الدولة اللي مستقر فيها أو المكان اللي مستقر فيه، في المدينة أو البيت وما شابه. فو أين يوجد، فوهور من أين، من أين أتيت، المكان اللي جيتي منه أو المكان الأصلي أو الدولة الأصلية أو المدينة الأصلية التي جيتي منها. فوهور من أين أتيت، من أين جئت، ما أصلك. فوهين المكان الذي، المكان الذي سوف تذهب إليه. فوهين المكان الذي سوف تذهب إليه وتعبر من خلاله. فوهين. للإجابة على السؤال فو فوهور فوهين، انتبهوا جيدا. مثلا فو، أنا موجود في، في المعنى ديالها إن، أنا موجود مثلا في المغرب أو موجود في ألمانيا أو موجود في فرنسا إلى آخره، إن فرانكرايش، إن دوتش، إن ماروكو، إتسترا. إن متعلقة بالخصوص المدينة أو الدولة، انتبهوا جيدا. لكتي مع أفراد أو مع شخص معين أو أفراد، باي عند، باي باردون، باي عند، باي عند فلان، عند علان إلى آخر. باي. بالنسبة للبيت، تسو، تسو هاوس معناها في البيت. سوف أعيد للإجابة على السؤال فو، إذا كنت موجود في واحد دولة معينة تستعمل هذه الصيغة إن، إن دوتشلاند، إن ماروكو، إن فرانكرايش. أولى المدينة، إن فيين، إن فرانكفورت، إن باريس، إن كازابلانكا. إن من المدينة اللي موجود فيها ومستقر فيها حاليا. فو، انتبهوا جيدا. فو لكتي مع شي شخص أو أشخاص أو أفراد، باي عند فلان، باي. لكتي في البيت، تسو، تسو هاوس. فوم فو معنى ديال السؤال اين توجد. لكتي باغي تقول باني موجود، انك موجود مثلا في واحد الدوله معينه، تستعمل الصيغه التاليه ان. لكتي عند اشخاص، باي. لكتي في واحد الدوله او المدينه، ان. اكتب مثلا في البيت، تسو، تسو تات اند اونت يو اونت او تسو زد او باللغة الفرنسية، زد او تسو. دابا السؤال حول ظهر، وطرح سؤال من اين اتيت انت، ولا الصديق ديالك ما تبغي تسولو الاصل ديالو منين. فوهور، فوهور من أين أتيت؟
ما هو أصلك مثلا؟ ليه كانت دولة معينة معناه إنسان جاء من دولة معينة. أوس أوس تستعمل هاد لا بريبوزيسيون هاد الأداة أوس دوتشلاند أوس فرانكرايش أوس ماروكو أوس إنجلند. D'accord, vous avez compris. Aos. Essayez min. Min. Aos, maintenant min. Vous avez bien compris. Essayez min and chars moyen. Fon. De. Min. Inda. Min. Min and fulan. Min and fulan. Fon. Fon. Min and tabib. Min and muhami. Min and. Et l'akhiré. فون ننتبه. إذا أتيت من مدينة أوس أنت فون عندك جوج اختيارات، إما تستعمل أوس إما تستعمل فون. مثلا أتيت من مدينة الرباط، أتيت من مدينة القنيطرة، أتيت من مدينة طنجة، أتيت من مدينة الدار البيضاء إلى آخره. من مدينة معينة فون تستعمل هاد لا بريبوزيسيون هو الاداه فون او تستعمل اوس كيف ما تشوفوا في الحوار. هذا غير مقدمه تنشرح لكم شنو الفرق ما بين فو فوها ان فوهين، لانه مهمين جدا هاد الصياغه ديال الحواريه متعلقه بالمكان. فوهور من اين اتيت، خاصك تختار العباره فوهور. فوهور بغيتي تسول شخص من اين اتى، من اين دوله، ولا من عند من، ولا من اين مدينه. اذا الاجابه على السؤال ديال فوها تستعمل العباره اوس للمدينه او الدوله، بالخصوص الدوله اوس. اوس فرانكرايش، اوس دوتشلاند، اوس انجلند، أوس ماروكو إلى آخره. من عند فلان فون. من مدينة ما أوس أونت فون. إذا انتبهوا جيدا. من المنزل، أتيت من المنزل تسو فون تسو فون تسو، تستعمل هاد الصيغتين فون تسو تفيدو دو لا ميزون دو شي مو. فون تسو معناها دو شيما، من منزل، جيت من منزل. اذا سوفويد لي سؤال حول المكان اللي مستقر فيه شخص معين فو. للاجابه على السؤال فو اللي كنت مستقر مثلا في واحد الدوله معينه ان، معناها اين توجد الان ان ماروكو، اين توجد الان ان فرانكرايش معناها في فرنسا، أين توجد الآن إن دوتشلاند معناه في ألمانيا. إن 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 مثلا واحد سولك فو بيس دو معناه أين أنت، بغيت تقول لي مثلا أنا عند فلان تستعمل إيش بين باي عند مثلا ليغا، عند الأستاذ، عند المعلم. باي ارتس من عند الطبيب، then باي عند فلان. ما تستعملوش ان لا، باي بي او اي باللغة الفرنسية بي او اي باي. مدينة كذلك ان، مدينة والدولة ان، اين توجد الان في مدينة فرانكفورت، ان فرانكفورت، in كولن، in برلين الى اخره. كنت موجود مثلا في المنزل تسو هاوس، انا موجود في المنزل ايش بين تسون هاوس، انا مستقر في المنزل، انا موجود في المنزل، ممكن تجي ماشي مشكل، انا موجود في المنزل تسو هاوس. تسو زد او باللغه الفرنسيه. اذا هناك اختلاف طريقة الإجابة على
السؤال ديال فو، أين توجد؟ أين يوجد؟ إلى آخره. فواحد المنطقة معينة إن، معناها في مدينة ولا في دولة ولا في شي مكان معين. إن عند فلان باي من المنزل تسو. هذو هما الاختلافات اللي كاينين موجودين، أربع اختلافات مهمين. إن في المدينة أو الدولة، باي عند فلان تسو في المنزل. فوها من أين أتيت؟ من أين جئت؟ ما أصلك؟ المدينة الأصلية ديالك، الدولة الأصلية ديالك، من أين أتيت؟ المدينة الأصلية أو الدولة الأصلية، أو من عند من، من عند من أتيت؟ إذن طريقة الإجابة حول فوها كانت الدولة أوس، اللي كان أشخاص، شخص أو أشخاص فون. اللي كان مدينة عندك اختيار، سواء استعمل أوس أو استعمل فون. اللي كان المنزل فون تسو، فون تسو هاوس، أنا جئت من المنزل. والمدينة أوس ولا فون، عند فلان، من عند فلان معنى فون، من دولة معينة أوس. دابا ننتقلوا لفوهين. فوهين إلى أين أنت ذاهب، أو عبر عبر ما عبر أي مكان سوف تمر منه. إذا كتير مثلا ناوي مثلا تمشي شي مدينة معينة، مثلا تمشي دولة معينة، أدير في المسألة نخ، نخ ال ا سي اش، نخ معنى ديالها هي بوغ، جو سوي ولا جو بار بوغ لا فرانس، بوغ لا ديستيناسيون، معنى الوصول ديالك، نقطة الوصول ديالك شناهي، يا ألمانيا يا فرنسا يا إيطاليا يا بلجيكا يا أمريكا، دول ناخ. فنطرق عليها في الحوار. انتبهوا، بالنسبة مثلا سوف أذهب عند فلان تسو، زد أو تسو، إلى مدينة معينة عندك اختيار، إما تستعمل تسو أو إن. أنا ذاهب إلى المحمدية، أنا ذاهب إلى الرباط، إلى مدينة معينة، تسو أو إن. أنا ذاهب إلى المنزل ناخ، نفس مسألة ديال الدولة ناخ، ناخ أوس. إيش كيو ناخ أوس؟ معنى ذاهب إلى المنزل. إذن هناك ثلاث صيغ يجب أن تستوعب بشكل جيد. فو المكان اللي مستقر فيه، بتسول حول المكان اللي مستقر فيه واحد الصديق ديالك مثلا، تستعمل هذه الطريقة فو، هذه الصيغة هذه فو. للإجابة على فو كما شفنا عندك أربعة اختيارات، المدينة تستعمل في الحالة إن، الدولة كذلك، عند شخص مثلا باي، أنا عند فلان باي، ولا في المنزل تسو. الصيغة الثانية اللي شفنا ظهر، من أين أتيت؟ من أين أنت أصلك؟ من أي مكان جئت؟ اللي كان الدولة أوس، اللي كان شخص معين أو أشخاص معينين فان، سبب أتيت من عند فلان فان، اللي كان الدولة أو المدينة فان أون هاوس. بالنسبة للمدينة أوس أور فون، عندك اختيار. بالنسبة للأشخاص فون، بالنسبة للدولة معينة أوس، بالنسبة للمنزل فون تسو. إلى أين أنت ذاهب؟ لا ديستيناسيون ديالك مثلا، نقطة الوصول ديالك إلى أين؟ مدينة تسو أور إن، إما تستعمل تسو إما تستعمل إن، تسو رباط تسو طنجة إن، سلام عليكم.
اللي كدو المعينة ناخ ان اس اش، اللي كان المنزل ديالك ناخ كذلك، اللي كان الافراد تسو سوف اذهب الى عند فلان تسو. هادو هما التعابير الاساسيه اللي خاصكم تستوعبوها بشكل جيد لما تطرحوا السؤال حول المكان. فو فو اسم المكان المستقر فيه، فوهير المكان اللي اتيت منه، فوهين المكان اللي ذهب اليه. وريتكم الطريقه والاختلافات في اللغه الالمانيه، طريقه الاجابه على السؤال فو، وريتكم طريقه الاجابه على السؤال فوهير وطريقة الإجابة على السؤال فوين. هذا غير مقدمة بين مزدوجتين قبل ما ننطلقوا إلى الحوار اللي تشوفوه دابا عبر الشاشة. من بعد هذا التفسير المعمق حول ثلاث صيغ استفهامية متعلقة بالمكان فو فوهير اوند فوهين، سوف نقوم بتتمة ديال الحوار بشكل جيد. إذن ريبيت افيك موا. إذن هالو هابت إير فوا، هالو هابت إير فوا، إسكو فوز افي أن بريكي بلغة فرنسية أن بريكي، هالو هابت إير فوا، إسكو فوز افي أن بريكي أو دي فو. ناين ليدنشت، أعيد معي، ناين ليدنشت، لا للأسف، ليدنشت معناه للأسف، ليدنشت مالوريزمون، نو مالوريزمون، نو نافون با دو بريكي، نو نافون با دو فو. هالو هابت إير فوا، ناين ليدنشت، ناين ليدنشت. Non, là, l'ASF. Non, je suis désolé, je n'ai pas de feu. Wartet ihr hier schon lange? Est-ce que vous attendez ici depuis longtemps? Est-ce que vous attendez ici depuis longtemps? Déjà longtemps? Schon, maintenant, il y a déjà. Déjà, déjà longtemps, déjà longue. Wartet ihr hier schon lange? أعيد معي، وقتت إيه شو لونغ، وقتت إيه هي شو لونغ، وقتت إيه هي شو لونغ. هل أنتم موجودون، هل أنتم موجودون في المكان من مدة طويلة؟ شو لونغ ديجا نو دبوي لونتون. إزغت سافا، إزغت سافا سافا. Oui, oui, est-ce que ça veut dire ça va? Oui, on peut dire ça va, on peut dire aussi oui pour affirmation. Hallo, habt ihr vor? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Wartet hier schon lange? Es geht. Woher? Min Aina. Woher kommt ihr? Min Aina jetzt. من أين جئتم؟ Woher kommt ihr؟ أعيد معي، Woher kommt ihr؟ تابعوا في الجواب، Wir kommen aus Rostock، من المدينة مدينة الأصل اللي جئنا منها. Wir نحن، wir kommen نحن أتينا، wir kommen aus من مدينة أوستوك. woher kommt ihr؟ أعيد معي هذه الصيغة الجميلة، woher kommt ihr؟ woher kommt ihr؟ من أين أتيتم؟ wir kommen aus Rostock، نحن أتينا من مدينة روستوك، من مدينة أوس روستوك. أنت تبو طريقة الحوار،
إذن شخص معين مفرد أنت voir comme d'où من أين أتيت أنت أنت وأنت وأنت voir comme d'où من أين أتيت voir comme d'où من أين أصلك إيش كما أوس بروك مدينة في ألمانيا إيش كما أوس بروك Wo liegt das denn? Eine Tugend. Wo liegt das denn? Wo liegt das denn? Où se trouve? Bei Wien. Bei Wien. Ich bin Österreicher. Bei Wien. Ich bin Österreicher. Ich bin Wien, Wien, meine Wiener, bei Wien. Ich bin Österreicher. Ana asli min Nemsa. Österreicher, Österreicher. Ich bin Österreicher. Wohin? Pardon. Wohin musstet ihr? Wohin? إلى أين أنتم ذاهبون؟ أين إلى أين أنتم تريدون الذهاب؟ وين مشتت هي؟ وين مشتت هي؟ أعيدوا معي الحوار. وين مشتت هي؟ ناخ ميونشن إلى ميونخ. ناخ ميونشن إلى ناخ ناخ من إلى مدينة معينة. ناخ ميونشن أنت وين مشتت دو الى اين انت او الى اين انت تريد الذهاب وانت وين مشتت دو ناخ شتوتغارت ناخ شتوتغارت هالو هابت ايه فوا هل لديكم نار Est-ce que vous avez un briquet du feu? Nein, leider nicht. La, lil SF. Non, malheureusement. Wartet hier. Wartet ihr hier schon lange? هل أنتم موجودون في هذا المكان مدة طويلة؟ Es geht, نعم. Wo kommt ihr? من أين أتيتم؟ Woher kommt ihr? Wir kommen aus Rostock. Nahnu jina min Medinat Rostock. Und woher kommst du? Wo ent? Du? Wo ent? Enta? Enti? Du? Und woher kommst du? Ich komme aus Bruck. Wo liegt das denn? Eine Tugend. Bei Wien. في مدينة فيينا Ich bin Österreicher Ich bin Österreicher Wohin möchtet ihr? إلى أين تريدون الذهاب؟ Wohin möchtet ihr? Nach München Und Wohin möchtest du? Und wohin möchtest du? إلى أين أنت ذاهب؟ Und wohin möchtest du? Nach Stuttgart Nach Stuttgart, إلى مدينة ستوتغارت. إذن سوف نقوم بقراءة وفهم هذا الحوار الهزلي كوميديك ما بين شخصيتين البارزتين أمامكم على الشاشة. إذن سوف نقرأ الحوار باللغة الألمانية. إذا الآن سوف نقوم بقراءة هذا الحوار الهزلي كوميك entre deux personnages ما بين هاد جوج الشخصيات البارزتين أمامكم عبر الشاشة جو كوميك تي في سيور يوتيوب سوف نقرأ هالو هالو Wer ist das? Ich Wer? Ich.
ماي جاد، ايش فير زين زيدن مايا في بيت ايش هايس مايا اخ زو اند زي في بيت اند فير زين زي مايا ايش فيس زي ايش فير سي اونست ايش هايس اوخ مايا اخ زو يا دان غوتن تاك غوتن تاك هير مايا. سوف نقوم الآن بقراءة هذا الحوار الهزلي الذي يجمع بين هاتين الشخصيتين البارزتين أمامكم، وكذلك التعابير اللغة الألمانية المتداولة. هالو، أعيدوا معي. هالو هالو، where is das Ich, wer ich? Mein Gott, ich, wer sind Sie denn? Maya, wie bitte? Ich heiße Maya. Ach so, und Sie, wie bitte? Und wer sind Sie, Maya? Ich verstehe nicht. Ich heiße auch Maya. Ach so, ja denn, guten Tag. Guten Tag, Herr Maya. Dann sauf أعيد الحوار مرة ثانية. أعيد معي ببطء. Hallo. Hallo. Wer ist das? Ich? Wer ich? Mein Gott, ich? Wer sind Sie denn? Maya. Wie bitte? Ich heiße Maya. Ach so. Und Sie? Wie bitte? Und wer sind Sie? Maya, ich verstehe nicht. Ich heiße auch Maya. Ach so, ja denn. Guten Tag, Herr Maya. Maintenant, Explication. Hallo, hallo, salut, salut. Salam, salam. Wer ist das? Wer ist das? Qui es-tu? Wer ist das? Man hala? Man ent? Wer ist das? Ich? Moi? Wer ich? Qui moi? My God, ya ilahi. Ich, moi? Wer sind Sie denn? Qui êtes-vous? Wer sind Sie denn? Qui êtes-vous, donc? Maya, wie bitte? Comment? Kif? Ich heiße Maya. Ismi Maya. Ach so, ah bon, ah bon. فهمت. Und Sie. Und Sie. وأنت. Wie bitte? Und. Wie bitte? كيف? Wie bitte? Comment? S'il vous plaît. Und. Wer sind Sie? Und. Wer sind Sie? Wer? Qui êtes-vous? Maya. Maya. Maya.
ايش فيرسيونيش جو نو كومبرون با ايش هايسو اوخ مايا ايش هايسو اوخ مايا جو مابيل اوسي مايا اخزو يدن غوتن تاك بونجو غوتن تاك هير مايا هالو هالو فير از داس ايش انا بسرعه هالو هالو فير از داس ايش فير ايش My God, ich. Wer sind Sie denn? Maya. Wie bitte? Ich heiße Maya. Ach so. Und Sie? Wie bitte? Und wer sind Sie? Maya. Ich verstehe nicht. Ich heiße auch Maya. Ach so. Ja dann. Guten Tag. Guten Tag, Herr Maya. كانت المسافة بين هاد الشخصيتين متباعدة، هادشي اللي ما خلاش واحد النوع ديال La bonne communication entre les deux personnages, tout simplement. Hallo, hallo, wer ist das? Ich, wer ist? Mein Gott, ich, wer sind Sie denn? Maya, wie bitte? Ich heiße Maya, ach so, und Sie? Wie bitte? Und wer sind Sie? Maya, ich verstehe nicht. Ich heiße auch Maya, ach so, ja denn, guten Tag, Herr Maya. وكذلك الحوار التالي. Herr Weiß aus Schwarz. Herr Weiß aus Schwarz. Wie hießen Sie? Weiß. Weiß. Vorname? Friedrich. Wohnhaft? Wie bitte? Wo wohnen Sie? In Schwarz. Geboren? Wie bitte? Wann sind Sie geboren? Am 5.5.55. Geburtsort? Geburtsort? Wie bitte? Wo sind Sie geboren? In Weiß. Sind Sie verheiratet? Ja. Wie heißt Ihre Frau? Isolde, geborene Schwarz. Sie sind also Herr Weiß, wohnhaft in Schwarz. Geboren in Weiß, verheiratet mit Isolde Weiß, geborene Schwarz. Richtig. Und was machen Sie? Wie bitte? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Elektrotechniker, aber ich arbeite schwarz. Das ist verboten. Ich weiß. سوف أعيد حقيقة مضحك هذا الحوار وسوف أدعوكم إلى ترجمته وفهمه Herr Weiß und Schwarz أعيد معي Herr Weiß und Schwarz Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Weiß Vorname Friedrich. Wohnhaft. Wie bitte? Wo wohnen Sie? In Schwarz. Geboren. Wie bitte? Wann sind Sie geboren? Am 5.5.55. Geburtsort. Wie bitte? Wo sind Sie geboren? In Weiß. Sind Sie verheiratet? Ja. Wie heißt Ihre Frau? Wie heißt Ihre Frau? Wie heißt Ihre Frau? Isolde, geborene Schwarz.
Then they also her weiß, wohnhaft in Schwarz, geboren in Weiß, verheiratet mit Isoldo Weiß, geborene Schwarz. Richtig. Und was machen Sie? Wie bitte? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Elektrotechniker. Aber ich arbeite schwarz. Das ist verboten. Ich weiß. Einwohnen. Einwohner. Mildind. Einwohner Mildind. Je vous laisse bien sûr traduire ce dialogue vraiment comique entre ces deux personnages. Einwohnen. لقد انهينا الحصة اليوم وانهينا كذلك الوحدة الاولى متعلقة باول لقاء مع اللغة الألمانية. لأخذ كونتاكت يمكنكم الرجوع الى الفيديوهات السابقة لكي تتعرفوا بشكل جيد هذه الوحدة الأولى متعلقة بأول لقاء باللغة الألمانية. دي اخست كونتاكت ان دوتش سبراخ. الوغ في المرحلة الثانية إن شاء الله سوف نقوم بتتمة تعلم اللغة الألمانية بشكل جيد بشكل ذكي. الوحدة الثانية متعلقة بالأشياء دي زاخن دي ساخن أشياء دي شوز. ألوغ إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من تعلم اللغة الألمانية بكل سهولة وكل ذكاء. كان معكم أخوكم يوسف دلال عبر قناة جيكومينيكتيفي، قناة لتعلم اللغات الحية. إلى اللقاء.